يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا